عمليات وجراحة تطورت حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصر الصحية. وفاة ياسمين عبد العزيز تثير ضجة في مصر، هكذا علق شقيقها وائل. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو لتسعة آلاف لايك. لو بتحب ياسمين عبد العزيز ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع ياسمين عبد العزيز. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. عمليات وجراحة تطورت حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصر الصحية. تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز والإعلامية إيمان الحصري محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لاطمئنان على صحتهما وآخر التطورات التي وصلا لها، وذلك بعد تعرضهما لوعكة صحية منذ فترة طويلة وتعرضهما لخطأ طبي أثناء علاجهما مما أدى إلى تدهور حالتيهما الصحية، وتطلب حالتيهما إلى عمليات وجراحة جديدة. وكشفت الإعلامية لميس الحديد آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري، وذلك من خلال برنامجها على أحد الفضائيات. على مدار أكثر من شهر تقريبا تعاني الفنانة ياسمين عبد العزيز من أزمة صحية شديدة كانت سببا في سفرها إلى الخارج بعد أن خضعت إلى عملية جراحة في مصر، ولكن رأى الأطباء أن من الأفضل سفرها إلى الخارج لاستكمال العلاج، خاصة بعد كثير من الأقاويل حول وجود خطأ طبي تسبب في مضاعفات الأزمة الصحية لها. وغادرت ياسمين عبد العزيز القاهرة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها في يوليو الماضي. شقيق ياسمين عبد العزيز يعلن إغلاق حسابه على فيسبوك. أعلن الفنان وائل عبد العزيز شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز عن إغلاق حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، موجها الشكر إلى كل متابعيه على اهتمامهم بحالة شقيقته بعد تعرضها لوعكة صحية شديدة طوال الفترة الماضية. وكتب وائل عبر حسابه على فيسبوك قائلا: أنا هقفل الأكاونت فترة، وشكرا على اهتمام الناس الفترة اللي فاتت ودعوتها. من ناحية أخرى، كان الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة ياسمين عبد العزيز قد قال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنه سيقوم بمقاداة المتسببين في تدهور الحالة الصحية لزوجته ياسمين عبد العزيز، وكتب: ما حدث من تسيب وإهمال وتخاذل وتراخي في حالة ياسمين سوف أتحدث عنه لاحقا عقب التعافي التام لها، وتعدي الأزمة الصحية على خير إن شاء الله، والقانون المصري سيحكم بيني وبين المتسبب فيما حدث. لا تظن صمتي نسيانا، بل لكل حدث حديث. حقيقة انفصال أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز. حالة من الجدل انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتشار شائعات انفصال الفنان أحمد العوضي عن الفنانة ياسمين عبد العزيز وعدم سفره معها للخارج. وبعد ساعات من انتشار الشائعة علق أحمد العوضي عند ناشر الشائعة وقال: والنبي بطل هبد، الحكاية مش ناقصة هبدة. ورغم إصرار ناشر الشائعة بصحة ما كتبه هو، ووفقا لتصريحات مصادر مقربة من العوضي وياسمين، علق العوضي مرة أخرى وقال: اللي قالك ضحك عليك وياسمين لسه مراتي ومفيش ربع كلمة صح من اللي أنت قلته، ما تحطش السم في العسل، وبأتأكد من الكلام ده بعد كده. ومن قبل توعد العوضي بالملاحقة القانونية للمتسبب في تدهور الحالة الصحية للنجمة ياسمين عبد العزيز ودخولها في مضاعفات أدت إلى مكوثها عدة أيام داخل الرعاية المركزة في أحد المستشفيات. وفي مطلع الأسبوع غادرت ياسمين عبد العزيز القاهرة متوجهة بطائرة إسعاف مجهزة إلى جنيف لاستكمال علاجها بأحد المستشفيات السويسرية من تداعيات العملية الجراحية التي أجرتها يوليو الماضي. تحرك عاجل في مصر بعد أزمة ياسمين عبد العزيز والكشف عن سبب عدم سفر أحمد العوضي. طالبت النائبة في البرلمان المصري إيناس عبد الحليم بتحرك العاجل لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية عقب أزمة ياسمين عبد العزيز. وأوضحت عبد الحليم خلال بيان لها أن الدستور في المادة 18 نص على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل. وأضافت عضو مجلس النواب أن هناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، خصوصا في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها. وأكدت البرلمانية أن هناك أخطاء طبية كثيرة بسبب إهمال وتقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة، وهي ليست جريمة ولا تستوجب عقابا عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية، والعيادة مرخصة فهي ليست جريمة. من جانبه كشف الفنان أحمد العوضي زوج الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز
العزيز سبب عدم قدرته على السفر مع زوجته بعد سفرهما للخارج لتلقي العلاج عقب وعكة صحية شديدة، وأقل العوض لمسافر مع ياسمين إلى مدينة جنيف بسويسرا لأنني لم أتمكن من الحصول على الفيزا الخاصة بدخول البلد. وأضاف أحمد العوض الوقت كان ضيقا وياسمين كانت ترغب في الإطمئنان على حالتها مع الأطباء في الخارج وأضاف أحمد العوض الوقت كان ضيقا وياسمين كانت ترغب في الإطمئنان على حالتها مع الأطباء في الخارج وذلك بعدما حدث من خطأ طبي هنا. جديد الحالة الصحية لياسمين عبد العزيز. حسمت الإعلامية المصرية لميس الحديدي حقيقة الأخبار التي انتشرت سابقا عن انفصال الممثلة المصرية ياسمين عبد العزيز وزوجها الممثل المصري أحمد العوضي. وفي حلقة من برنامجها كلمة أخيرة قالت لميس الحديدي أنها على تواصل مستمر مع ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، وأضافت أحمد موجود معها في سويسرا وبلاش يا جماعة شائعات وحاجات دمها مش خفيفة، إن سابوا الست تعبانة واللي حالتها صعبة وتجرى عمليات وقاعدين يقولوا هي اتطلقت وسابوا بعض، يا ريت نرحم الناس شوية وندعمهم. وتابعت القول ياسمين أجرت عملية جراحية وهي في تحسن بطيء، والحديث عن حالتها الحرجة غير دقيقة ولكن هي في تحسن بطيء، نتمنى لها كل الصحة وأن تعود لنا بسلامة. من جهة أخرى وبعد أخبار وفاتها التي انتشرت بشكل كبير، خرج والد شقيق ياسمين عبد العزيز عن صمته ليكشف تطورات حالتها الصحية في الفترة الأخيرة. والد شقيق ياسمين عبد العزيز علق قائلا: ياسمين بخير الحمد لله وهترجع قريب لبيتها وشغلها، وخبر وفاتها شيء وضيعة. الجدير بالذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تعرضت لوعكة صحية شديدة قبل أكثر من 30 يوما نتيجة إجراء جراحي خاطئ من قبل طبيبها المشرف على حالة الجراحة التي لم تتكلل بالنجاح في الرحم بعد استئصال الجزء من الأمعاء الذي أدى إلى إدخالها العناية المركزة. بعد شيعة وفاتها وائل عبد العزيز يكشف آخر تطورات حالة ياسمين عبد العزيز. ولنا أعزائي المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤال وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: هل انفصلت ياسمين عبد العزيز عن أحمد العوضي؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي.